الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احييكم بتحيه الاسلام العظيم، تحيه المؤمنين في الارض وتحيه المؤمنين في الجنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخ الدكتور عمرو عدوان النائب في المجلس التشريعي، الاخ الدكتور محمد ناصر الكفارنا رئيس بلديه بيت حانون، الاخ الدكتور جميل سليمان مدير مستشفى بيت حانون، الاخ مدحت جاسم مدير التربيه والتعليم بشمال غزه، الاخ رئيس جمعيه ابناء البلد الخيريه الاخ ابو سعيد احمد سعيد ابو هربيل، الاخوه الوجهاء والمخاتير والمثقفين والشخصيات الاعتباريه ومدراء المدارس، نرحب بهم جميعا كل باسمه ولقبه، تحياكم الله. يطيب لنا في جمعيه ابناء البلد الخيريه وبحضور وفد كريم عن الجاليه والمراكز الاسلاميه في الدنمارك ان نلتقي بكم اليوم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعه في حفل انجاز المرحله الاولى من مشروع انشاء مركز تاهيل ورعايه ذوي الاحتياجات الخاصه، والذي تم تمويله بحمد الله بدعم كريم من الجاليه والمراكز الاسلاميه في الدنمارك. هذا المركز الذي كلف بناؤه الى هذه اللحظه اكثر من نصف مليون دولار، ولن ان شاء الله تقديم الخدمه والرعايه فيه في كل المجالات، في مجال العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج مشاكل السمع وعلاج مشاكل النطق، وايضا خدمه فحص البصريات وصالة التمارين الرياضية ومختبر الحاسوب لإقامة الدورات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. ونترك الآن الكلمة لرئيس جمعية أبناء البلد الخيرية مع الأستاذ أحمد سعيد الهرمين، فليتفضل مشكورا على بركة الله. على ما قدموه
من مساعدات لإنجاز هذه المرحلة من هذا المكان الكبير. وأرحب بكم جميعا مرة أخرى بهذه المناسبة الطيبة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكتمل المراحل الأخرى منه من تجهيز وتشغيل حتى نقدم لمجتمعنا من العلاج الطبيعي والوظيفي لذوي الاحتياجات الخاصة حتى يقطفوا ثماره ويتفيض ظلاله. هذا بإذن الله سبحانه وتعالى سيتحقق بجهود الخيرين وأصحاب القلوب الرحيمة من أبناء أمتنا. أيها الإخوة الكرام، ضمن الإحصائيات في قطاع غزة تشير إلى وجود 70,000 صاحب إعاقة في قطاع غزة، أو كل من أصحاب التحديات الصعبة، ومنهم في شمال قطاع غزة وحده 6,000. أما في غير عنه فيزيد عن 1,200 من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأؤكد لكم أن الثلثين هذا الرقم ناتج عن إصابات العدو خلال انتفاضات شعبنا المضيئة. والحرب الأخيرة على قطاع غزة خلفت 500 من أصحاب الإعاقات. وكما تعلمون شعار العدو كان وتعليماته إلى جنوده إذا لم تستطع قتل الفلسطيني فاصفه في مكان تسبب له الشلل والإعاقة. أيها الكرام، إن هذا المشروع طموح وذو مراحل متعددة، وحتى نصل بإذن الله إلى تقديم الخدمة والرعاية إلى ذوي الاحتياجات الخاصة حتى لا يكون عالة على المجتمع، وحتى يستفيد المجتمع من طاقاتهم وإبداعاتهم المعطلة. واسمحوا لي أن أضع بين أيديكم بعض الصعوبات التي تواجه هذه الفئة العزيزة على قلوبنا من أبناء مجتمعنا. أولاً، قلة الأدوات المساعدة لهم، وإن وجدت فهي بأثمان مرتفعة، خاصة أدوات السمع. كذلك قلة وجود المرافق المناسبة لهم، وعدم وجود رعاية مستمرة، وإن وجدت فهي متقطعة، وذلك لعدم وجود مشاريع مستمرة. كذلك قلة وجود مراكز التدريب والتأهيل المهني، وهو أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة لديهم إلى ما يزيد على 70%. عدم وجود منشآت رياضية وثقافية وترفيهية لهذه الفئة. لذلك كذلك ندرس وجود مدارس لتعليمهم حتى احتياجاتهم وقدراتهم وإمكانياتهم. عدم وجود منهاج فلسطيني يناسب إعاقاتهم خاصة الصم منهم، حيث بلغت نسبة الأمية بينهم إلى أكثر من 60%. الأخوة الكرام، ولو أشرفتكم في أحلامنا وطموحاتنا لنستعد لرعاية ذوي الاحتياجات الصعبة، التحديات الصعبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. أولاً، نطمح إلى إنشاء نادي لهم لمزاولة هواياتهم وتنمية قدراتهم. وطموحنا الكبير لإنشاء مدرسة لهذه الفئة يتوفر فيها المنهاج المناسب والكادر الكفؤ والوسائل التعليمية المساعدة والخدمات التي تعينهم على تحصيل العلم الذي هو حق لهم. في ختام كلمتي أكرر شكري لجمعيات والمؤسسات التي دعمت هذا المشروع بالدنمارك، الوقف الإسلامي الاسكندنافي والوقف الإسلامي في بير أوديسنا وجمعية الأخوة والمساواة والمركز الثقافي الإسلامي في كوبنهاجن ومجلس الطيبة، وأشكر وزارة الحكم المحلي وبلدية بيت حنون، وأكرر شكري وترحابي بكم جميعا بحضوركم هذا الحفل ولجهودكم الخيرة خاصة في هذه الأجواء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا. وقفت معنا مساندة لنا
وساهمت في إنجاح هذا المشروع بتخصيص قطعة الأرض التي أقيم عليها هذا المركز، مركز تأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. ونترك الكلمة الآن لبلدية بيت حانون ممثلة في رئيس البلدية الدكتور محمد ناصر الكفاف فليتفضل مشكورا على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحضور الكريم كله باسمه ولقبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية باسمكم جميعا نرحب بإخواننا في الجالية الإسلامية من الدنمارك، فأهلا وسهلا بهم وبارك الله فيهم على هذه الجهود الطيبة. والحقيقة أنني يعني فوجئت بجمال هذا المبنى وعظمته عند الدخول. أول مرة يعني ندخل هذا المبنى كنا نراه من الخارج ورأيناه من الداخل، فنحمد الله سبحانه وتعالى أولا على هذا الجهد المبارك، ثم نشكر لإخواننا في جمعية أبناء البلد على هذا الصرح الطبي الذي يأتي من باب شعوره بالمسؤولية تجاه أبناء وطنه. كيف لا وهم جمعية أبناء البلد، أي أنهم من هذا البلد ويقومون على رعاية وخدمة أبناء البلد. ويأتي حسبما أرى يأتي إلى سد احتياجات مدينة بيت حانون من المؤسسات التي نضطر أن نزحف إليها عند الحاجة، فهي لبنة في طريق الاكتفاء الذاتي لمؤسسات المدينة لتكفي أبناء الوطن. ونحن نعلم أن الموقع الجغرافي لمدينة بيت حانون يفصلها عن القطاع في أي حرب وفي أي اشتياق، لذلك فنحن في مدينة بيت حانون نحتاج إلى المؤسسات التي تجعل عندنا الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. وجاء قبلها مستوصف الشوب الخيري للنساء والولادة ليغطي حاجة المدينة، ومن فضل الله الآن نقوم بالمرحلة الثانية لبناء الطابق الثاني لاستكمال المشروع. وهنا نقف اليوم على الجزء الأول لهذا المشروع، وإن شاء الله تعالى سيكون الجزء الآخر لاكتمال هذا المشروع. ونحن نحتاج إليه من فترة طويلة، وكنا قد عرضنا على إخواننا في جمعية الوفاء الخيرية قديما أن نخصص لها مستشفى الشوب الخيري لتقوم عمل هذا التخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكنهم اعتبروا أن المشروع لا يحقق ربحا. لكن اليوم نجد أن جمعية أبناء البلد تأخذ على عاتقها هذا المشروع الذي تحفظ من ورائه الربح الكثير. قد يظن البعض أن الربح المادي هو الأساس، ولكن أن تربح إنسانا بعقله وجسمه وروحه، أعتقد هذا الذي نبحث عنه ونسير خلفه، خاصة ونحن نحمل كتاب الله سبحانه وتعالى بين أفضعنا ونسعى إلى نشر الخير الذي هو واجب ديني ووطني علينا لننشره بين الناس. فكل الشكر والتقدير لإخواننا في جمعية أبناء البلد على هذه الخطوة المباركة، ونتمنى على الله سبحانه وتعالى أن تكتمل المرحلة الأخرى حتى يستطيع أبناؤنا الاستفادة من هذا المشروع. وكل الشكر والتقدير لإخواننا في الجالية الإسلامية في الدنمارك أنهم وضعوا بصمة ستبقى إن شاء الله تعالى على مدار الأيام، بصمة في مدينة بيت حانون، مدينة الصلاة، مدينة الجهاد والمقاومة، مدينة البدر والعطاء، البوابة الشمالية للدفاع عن قطاع غزة. فهذا المبنى هو جزء
من مشاركتهم لنا في جهادنا ومقاومتنا للاختلاف، هو جزء لهم وشرف لهم في الجهاد والمقاومة على أرض فلسطين. فنسأل الله عز وجل أن يبني لهم قصورا في الجنة مقابل هذا البيت، وسينال بإذن الله دعوات كل من يستفيد من هذا الصرح الطبي العظيم. فإلى الأمام، كلنا إن شاء الله تعالى نسعى ونتمنى على الله عز وجل أن تبقى مدينتنا في الصدارة في كل المجالات، سواء كانت الطبية أو العلمية أو الجهادية. كل الشكر والتقدير لكم جميعا، ونتمنى على الله اجتماعا آخر لافتتاح مشروع كريم قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم محمد ناصر بكامل على هذه الكلمة الطيبة، ودعم الله سبحانه وتعالى بميزان الحسنات. والكلمة الآن بإذن الله لمن جاء هذا المركز وتم إنشاؤه من أجله، وخصص ليقدم لهم الخدمة. الكلمة الآن لممثل ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأقران دقوق، فليتفضل المسؤول. الحصار الظالم المفروض على غزة ليسلبنا نحن الجرحى
هل صدقتونا الدوائر والعلاج وبعض المؤسسات الخاصه بنا حتى وقود سيارات الاسعاف التي نتنقل بها من المشفى الى مراكز التاهيل والعلاج الفيزيائي؟ ناهيكم ايها الساده عن قطع التيار الكهربائي الذي نفقد بسببه الاجهزه التنفسيه ونحوها مما يؤدي الى الوفاه. وبعضنا لا يجد المعقمات والمضادات الحيويه. اما المقن الذي يؤدي الى بتر الافراد كما ترون امامكم. وهذا هو قتل متعمد للانسان واصبح لا يستطيع الذهاب. يا استاذ الكرام، لنرى كيف اصبحت حياه الجميل سواء كان طفل في مدرسه لا يستطيع الذهاب من مدرسه الفجر بل يحتاج الى ام او اخت او اب يوصله الى المدرسه على كرسي متحرك بسبب اعاقته التي احدثها له احتلال اسرائيل. وهذه الاعاقه حرمت الطفل من اللعب مع اصحابه في المدرسه ومارس الرياضه والى اخره، واذ به يصبح عبئا على اهله فيحتاج الى الكثير من الرعايه والاهتمام والعنايه الخاصه وبرنامج كامل له، هذا ان كان له من سوء الحال. فان كان غير ذلك فلا يتوفر له الحد الادنى من الرعايه والاهتمام. ونسعى ان يقدم هذا المركز الخدمه والرعايه ل1200 من ذوي الاحتياجات الخاصه في بيت حنون. فكيف ان كانت المصابه امراه فهذا يعني ان البيت كثير تم تدميره. كيف لا وهي الزوجه والام والمربيه والراعيه وهي كل شيء في مجتمعنا هذا. ان اصابتها او موتها يعني اصابه وموت كل افراد الاسره. فهل بعد هذا تدمير؟ وفي النهايه اننا نحن الجرحى وغيرنا كثير من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصه نحتاج الى الادويه والاجهزه والمعدات الطبيه وادخالها الى غزه. نحتاج الى تاهيل وترتيب الاطراف الصناعيه والعمل على توفير برامج ومشاريع كهذا المركز. ونسعى بجهدكم ايها الاخوه والضيوف القادمين لنا من اوروبا وتحديد من الدنمارك. نسعى بجهودكم وجهدكم المبارك هذا لاكمال هذا المشروع من تاكيد ومعدات تؤهلنا لكي نندمج في المجتمع ونصبح فاعلين للشعب الفلسطيني بألمه وجهده النازل. ينادي ويدعو الأمة بكل ألوانها وأطيافها وكافة المؤسسات الإنسانية والخيرية وأصحاب الضمائر الحية لتمد يد العون إلينا وإلى أهلنا وشعبنا الأعزى لتصفوا بجانبه وتمنعوا عنه الظلم. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وفي الختام أكرر شكري للإخوة الحضور على حسن الاستماع وللمنظمين لهذا اللقاء المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبا متحدثا عن ذوي الاحتياجات الخاصه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يخفف عنهم الامهم ومعاناتهم باذن الله تبارك وتعالى. مره اخرى نرحب بالجميع بكل باسمه ولقبه. والكلمه الان مع اصحاب الفضل والخير الذين واصلوا العمل بالليل والنهار لاتمام هذا المشروع حتى أصبح حقيقة بعد كان حلم الجميع. مع ممثل الجالية والمراكز الإسلامية في الدنمارك مع الأستاذ فارس الجهيم أبو محمد فليتفضل على بركة الله في إلقاء كلمة. وسروري لكبير، وإن شعوري الأخوي
نحو كل لا يوصف، ولا أستطيع أن أعبر عنه إلا بدموع قد دافت على أرض الوطن، وبكلمات تخرج من القلب إلى القلب. أولاً أشكر الله سبحانه وتعالى الذي أحياني هذه السنين الطوال، وأمد بعمري لأعيش هذه اللحظة التاريخية حتى أرى شمس وسماء الوطن، وأقفي تراب الوطن، وأستنشق هواء ونسيم الوطن، وأعانق أهلي وأحبابي أبناء وطني فلسطين الحبيبة في غزة هاشم، غزة الإباء، غزة الكرامة والفداء. ثانياً، إني أتقدم باسم الجمعيات والمراكز الإسلامية الممولة لمشروع مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بالشكر الجزيل لرئيس بلدية بيت حانون الأستاذ محمد الكفارنة ولجميع أعضاء المجلس الإداري في البلدية على ما قدموه لنا من مساعدة سخية بقطعة من الأرض لبناء هذا المشروع الإنساني الخيري، وتسهيل كل الإجراءات القانونية لنا، وتذليل كل الصعاب لإنجاح هذا العمل الجبار. كذلك نتقدم بالشكر إلى الأخ رئيس جمعية أبناء البلد الخيرية الأستاذ أبو السعيد والجميع الأخوة في الجمعية الذين قاموا بتنفيذ المشروع، وأخص بالذكر المهندس بسام الحمدين المسؤول المنفذ للمشروع. والشكر موصولا أيضا للأخ يونس أبو عمشة الذي كان منسقا للمشروع بين الدنمارك وغزة. وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل إلى مدير المشروع المهندس الأخ خليل عاصي في السويد الذي بذل جهدا جبارا ليلا ونهارا لإنجاح هذا الصرح الإنساني المبارك. إخواني الكرام، لقد جئنا إليكم من بلاد الغربة لنتحسس ما يعانيه أهلنا وأحبتنا في فلسطين الحبيبة في غزة المجد والكبرياء. أيها الأخوة الكرام، عندما شنت إسرائيل عدوانها الغاشم على قطاع غزة، الصابر الصامد البطل عام 2008 و2009، لقد شاهدنا على شاشات التلفاز كيف كان الشهداء يساقطون بالمئات، والجرحى ينزفون بالآلات، وأشلاء الأطفال تتطاير في السماء. فكان من الواجب علينا أن نقف بجانبكم ونكون معكم في هذه المحنة العظيمة. فقام أخوانكم بالوقف الاستئنافي ومعهم بعض الجمعيات الإسلامية بنشاطات كثيرة في الدنمارك لنصرتكم، حيث قمنا بمظاهرات ضخمة وحاشدة أمام البرلمان الدنماركي وأمام سفارة العدو الصهيوني، بل قمنا بنشاط مميز حيث وضعنا مجسمات لتوابيت بأسماء الشهداء وأعمارهم في وسط ساحة العاصمة، وكان تفاعل الشعب الدنماركي ملفتا ومؤثرا، خاصة عندما شاهدوا أعمار الأطفال الذين قتلوا على يد الآلة العسكرية الصهيونية. ولم نتوقف عند ذلك، فانتقلنا من الدعم الإعلامي والسياسي إلى الدعم العملي الميداني، حيث قمنا مع بعض الجمعيات والمراكز الإسلامية في الدنمارك لمواساة أهلنا في غزة، وذلك بجمع الأموال لبناء مشروع يستفيدون منه. وبعد هذا الجهد الكبير والصبر الطويل، قد تحقق هذا المشروع والذي هو أمامكم اليوم. وإن هذا المشروع هو معلم من معالم الحضارة الإنسانية، وهو جزء للتواصل والترابط بين الجالية المسلمة في الدنمارك وأخوانهم في غزة. إخواني الكرام وأهل فلسطين الأحرار وأهل غزة الأبطال، خذوا ما شئتم من أموالنا ومن دمائنا ومن أرواحنا ومن فلذات أحفادنا
حتى تتحرر فلسطين، كل فلسطين، من نهرها لبحرها، ومن جبالها لسهولها، من غزة الأبية إلى حيفا، إلى يافا، إلى عكا، إلى الضفة الغربية، إلى القدس الشريف، إلى الأقصى المبارك، حتى ترتفع غايات التوحيد على مآذن الأقصى، مهللين مكبرين: نصر من الله فتح قريب، وبشر المؤمنين، والله أكبر، والسلام عليكم. وجعلها الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناته. الكلمه الان ان شاء الله مع اخينا الشيخ ابو عاصم، ايضا هو من وفد الدنمارك، وكان في ضيافتنا اليوم خطيبا في مسجد ابو بكر الصديق، فان شاء الله نفسح له ايضا مجال يعني يلقي كلمه فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. أيها الشرفاء، أيها الأحرار، أنا أقصد عليكم في أقل من دقيقة. تكلم من قبلنا فأكثر الشكر والثناء. فلسطين وطننا جميعا، شهداؤكم شهداؤنا، جرحاكم أقل ما نستطيع أن نقدم لهم هو ضمض بعض جراحاتهم، ويقدم المساهمون ما يقدمونه من أجل هذا الهدف، والله وهم خجولون، فلا نستحق الشكر يا إخوان، والله نقدم هذا ونحن خجولون، ومستحيل. الأصل أن نكون معكم في الصف الأول، ويقتل منا من يقتل،
عليك ابو سعيد. Thank you.
لازم حد يصورنا انا وياك.